مرحبا شباب، اليوم راح نحكي عن طريقة تسجيل الريجستريشن أو الريجسترات. الطريقة سهلة جدا، بتفوت عندك هون على الجي، هيها على الشاشة من فوق، فوت على تطلع اكزت على المين منيو، بنفوت على الجي هون وبطلع لنا الريجسترات. طبعا بنروح وين موجودة عندك، إما على اليو اس بي أو على اليوزر. بنروح على اليو اس بي، بتبين عندنا الريجسترات. اذا طلع عندك الملف فاضي هون، بتكون هاي الملفات عبارة عن ايقاعات او بادات. فاذا ظهرت عندك من بعد اختيار الريجستريشن، بكون هاي الريجسترات. بختار انا اي واحد من هاي الاصوات او الريجسترات، بضغط عليه، بضغط اي واحد من هدول، هاد او هاد او هاد. مثلا ناخذ الهيوا 62، وهون عندك بنوك ريجسترات، ريجستريشن ميموري. كل ما اختار واحد غير له الصوت. إذا الريجسترات بنختارها بهاي الطريقة. أما الإيقاعات، بنيجي على اكسبنشن يوزر هون، بناخد من هون اكسبنشن يوزر. نفس الطريقة بنطلع، إما بتكون على اليوزر أو على الفلاش من خلال التاب. بناخد تاب من فوق بنحركها يمين ويسار، تطلع لنا الإيقاعات. طبعا أنا الملف الإيقاعات إذا كان موجود عندي بتطلع الإيقاعات بهذا الشكل. بختار أي واحد منهم، مثلا زوري أو الهيوة أو الزوري. هاي تشغيل الإيقاعات. أما تشغيل لوبات الإكسبنشن، فبنيجي على أقصى اليمين، أقصى اليمين في إكسبنشن يوزر للإكسبنشن الداخل غير الإيقاعات الموجودة بالفلاش، بتكون مخزنة بعد تنزيل الإكسبنشن. فبنختار هون إكسبنشن يوزر، ومنروح على التاب، من خلال التاب بنروح على اليوزر، بيطلع عندي انا فولدرات الموجودة بالاكسبنشن، وبختار اي واحد منها. مثلا جينا اخذنا هاد، اخذنا مثلا اللوب هاد، اذا عندنا ثلاث شغلات رئيسية. الريجستر بنختاره من حرف الجي من عند من الشاشة لليمين من هون، واليوزر للإيقاع من هون، واليوزر اللوبات والإكسبنشن مخزنة في الجهاز من إكسبنشن يوزر. يعطيكم العافية.